أهلا بكم. بالرغم من مرور نحو 4 شهور على ولادة حكومة الكاظم الحالية، إلا أنها لم تنفذ أي من الوعود التي قطعها رئيسها على نفسه، وثمة قناعة راسخة عند الرأي العام العراقي والحراك الشعبي أن هذه الحكومة حكومة أقوال وتصريحات إعلامية وليست حكومة أفعال، حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووش إن السلطات العراقية لم تقم بأي شيء لوقف القتل المستمر، ولم يمثل أي قائد أمني كبير أمام القضاء، رغم وعود الكاظم المكررة بالمساءلة عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وقتلهم. منجزات حكومة الكاظم بعد نحو 4 شهور على ولادتها هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا لم ينفذ أي من وعود رئيس الحكومة الحالية الكاظم برغم مضي نحو 4 شهور من عمر حكومته؟ ولماذا ما زال الناشطون والمتظاهرون أهدافا سهلة للقتل والاغتيالات والخطف في وضح النهار؟ وهل افتقار الكاظمي لكتلة برلمانية أو حزب سياسي علاقة بضعف حكومته وترددها في تقديم أي منجز حقيقي؟ وكيف ستمضي حكومة الكاظمي في المرحلة القادمة في ظل حالة الإحباط المجتمعية وسخط الحراك الشعبي المتنامي عليها؟ وهل من المصلحة في الوقت الحاضر ذهاب حكومة الكاظمي إلى نقطة التصادم والاشتباك مع الميليشيات الطائفية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي، ثامر العلواني. لا تبشر الأحداث المتواترة المتفائلين بحكومة الكاظمي بالتغيير المطلوب، أو كما قدم له الكاظمي على أنه عهد جديد يغير الخارطة السياسية المعهودة. أشهر قليلة مضت من تسنم الكاظمي منصب رئاسة الحكومة خلفت أزمات عدة وزادت في تركة الفساد بدل أن تقوم بتخفيفها. فعلى صعيد الصحة تفاقمت أزمة كورونا وتجاوز عدد الإصابات اليومية 4000 حتى باتت أكثر مما كانت عليه في عهد حكومة عبد المهدي. وفي الاقتصاد تجاوزت سرعة الانهيار ما كان متوقعا، وبلغت أزمة رواتب الموظفين الحكوميين حدا كبيرا، كما أن عمليات الاختلاس والسرقة ظهرت للعيان في عدة مؤسسات. أما الحد من نفوذ الميليشيات وهو التحدي الأكبر الذي وعد به الكاظمي، فلقد كشفت عملية إطلاق عناصر الميليشيات بعد عدة ساعات من اعتقالهم أن الكاظمي لا يستطيع أن يفرض سلطته على أصغر عنصر ميليشياوي فضلا عن الزعماء المتحكمين بمفاصل الدولة. أكبر من قضية إطلاق سراح عناصر ميليشيا العصائب تبرئة المجرمين عيانا، وهذه سابقة لم يجرؤ عليها أكبر الفاسدين ممن سبقوا الكاظمي حتى. مرتكبو مجزرة جامع مصعب بن عمير نالوا صك البراءة في عهد الكاظمي، وتلك وصمة عار تفضح أكذوبة سعي الكاظمي للحد من نفوذ الميليشيات. فشل الكاظمي ليس ناجما عن سبب شخصي مقترن به فحسب، وإنما عن طريقة سياسة الدولة التي حددتها أمريكا وطورتها إيران ومكن قواعدها الفاسدون الأوائل. ولا يمكن لكل من يريد حكم العراق الحالي أن يحيد عنها. أكثر المعنيين بتقييم الكاظمي هم المتظاهرون، ولو رأوا فيه أملا بالتغيير لأوقفوا تظاهراتهم، لكن ما قالوه لعبد المهدي يقولونه الآن للكاظمي: نحن لم نثر لاستبدال الأسماء بل لبناء عراق جديد يفصل على مقاس حقوق المواطن لا على مقاس أطماع الميليشيات واستبداد الأحزاب. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في فشل حكومة الكاظمي في تقديم أي منجز أو تنفيذ أي من وعودها التي قطعتها على نفسها عند ولادتها قبل نحو 4 شهور. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب أيضا أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، وسيكون معنا عبر سكايب أيضا الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي
في هيئة علماء المسلمين، سيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. دكتور رافع الفلاحي، 6/9 تكون الحكومة حكومة الكاظمي قد بلغت 4 شهور على إبصارها النور. الكثير من الوعود قدمت وقطعت، أبرزها ملاحقة قتلة المتظاهرين، الأزمة الاقتصادية وغيرها من الملفات الأخرى. لكن على الرغم من مرور 4 أشهر لم ينفذ أي شيء من هذه الوعود، لا صغير ولا كبير، لا تكتيكي ولا استراتيجي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يعني سؤالك منطقي جدا أستاذ ماجد، وهو في صلب ما يتحدث فيه أهل العراق وأهلنا الحقيقة، لأنه هذه الحكومة جاءت، وهم قالوا هكذا، جاءت تلبية، قالوا هكذا وهي كذبة كبيرة، تلبية لمطالب الجماهير التي خرجت، تلبية لمطالب ثورة تشرين، هؤلاء الثورة اللي قدمت كل هذه التضحيات الكبيرة نحو 1000 شهيد و 30,000 جريح، ومنذ أكثر من 8 أشهر هم غالبيتهم في الشوارع، ما زالت الثورة تعيد بكثير. المهم قالوا أنها جاءت لتنقذ العراق من أزمة خانقة وضعتها فيها الحكومات السابقة، وإذا بنا نستمع إلى جملة من الوعود، يعني وعود كثيرة الحقيقة، وكل هذه الحكومات تعد ولا تنفذ الحقيقة، ولم يحصل. يعني من 17 سنة لغاية الآن سمع الشعب العراقي من الوعود الكثير لكنها لم تنفذ كلها. المهم فقدم وعود كثيرة، وهذه الوعود تتعلق، قالوا أنها هذه جزء من مطالب المتظاهرين، وأول هذه الوعود قالوا أنه قتلة المتظاهرين سيقدمون إلى العدالة، الفساد سيحد من هذا الفساد، وسنذهب إلى انتخابات مبكرة بشكل أريح بعد أن نقضي على مظاهر كثيرة في الطريق إلى الانتخابات، ستكون قد أزيحت كل هذه المعوقات وسنذهب للانتخابات بشكل مريح، والشعب سينتخب ممثليه فعلا لأول مرة. وإذا بينا بعد يعني أكثر من 100 يوم الآن تجاوزت، وكل الحكومات في الدنيا لديها فترة معينة يعني تحت المراقبة يضعونها، كل الحكومات التي تشكل في الدنيا كلها وفي كل دول الدنيا، عندما تشكل حكومة يضعون يعني فترة معينة ويقيسون عليها ماذا ستنفذ من منهاجها، كيف ستتعامل مع المنهاج اللي طرحته واللي وافقوا عليه والشعب اختارها لهذه الحكومة، أو ممثلي الشعب اختاروها لهذه الحكومة. طبعا هذه الحكومة غير منتخبة، يعني إذا كانوا يدعون أن الحكومات السابقة منتخبة وهي كذبة أيضا، لكن هذه الحكومة عينت بتعيين. وإذا بنا نسمع مثل ما قلت يعني الوعود الكثيرة الحقيقة، لكن لم نرى من هذه الوعود إلا مظاهر إعلامية، مجرد تصريحات. لكن الانتخابات حدد موعدها دكتور، أعلن عن تحديد موعد انتخابات مبكرة. نعم. وهذا وعد كان ونفذ. نعم، حتى في هذا الموضوع يعني إذا ما أردنا نتحدث، أنت تحدد موعد الانتخابات لكن ليس مهم الموعد بقدر ما المهم طريق إلى الانتخابات، هذا الطريق كيف تصل إلى هذه الانتخابات، ما هي العوائق المعوقات التي يجب أن تزيلها واللي طالب بها الثوار ثورة تشرين، يجب أن تزال هذه، ومنها السلاح المنفلت، الميليشيات، الفساد، الخراب، هذه كلها جزء من الطلبات. أنت لا تذهب إلى هذه الانتخابات تحد من هذه الأحزاب، قانون للانتخابات يتيح للعراقيين أن ينتخبوا بحرية ولا يمكن تزويره، ولا هذه كلها غير موجودة لحد الآن. قانون الانتخابات الآن عليه صراعات كثيرة، حتى كلفة إجراء الانتخابات 300 مليون دولار أو لا أعرف أكثر، قال خفضوها إلى ما تستطيعون في ظل أزمة مالية خانقة. هذه الحقيقة. نعم. فبالتالي أنت أمام حتى الموعد موعد خادع وكاذب. أنت تذهب إلى الانتخابات لكن انتخابات صورية تشبه الانتخابات السابقة لا تعني شيئا، وهذه كان ممكن عادل عبد المهدي يعد بها نفس الشيء، ويعد بها نور المالكي، ويعد بها العبادي، وكلهم يعدون بهذه الانتخابات ويستطيعون أن يحددوا تاريخها، وبالتالي لا مشكلة فيها. أنت تذهب إلى انتخابات مشابهة لما سبقها، وبالتالي الشعب العراقي أيضا الآن ربما مقاطعته إذا كان في الانتخابات السابقة 82% الآن راح تصير 92 أو 100% راح يقاطعوها، لأنها لم تغير شيء، لم يتغير شيء. أنت ذاهب للانتخابات، من يضع لك
وهذا ما هذه جزء من الوعود الكاذب. من يضع لك القانون هي الأحزاب المرفوضة والقوى المرفوضة من قبل الشعب. من يحدد لك شكل الانتخابات هي القوى التي تواجه التظاهرات بالقتل والذبح. من يحمي الانتخابات هي القوى نفسها والميليشيات والأمنيات التي تذبح الشعب ووقف ضده. فبالتالي من يمولها الفساد والخراب والأموال بيد هذه الأحزاب لم تسأل من أين لك هذا؟ كيف المال هذا السياسي استغل؟ كل هذه إذا لم ينفذ شيء خلال أكثر أبداً من ثلاثة أشهر. وزيد على ذلك حتى التظاهرات هذه التي قال الوعد من البداية أنها سيرعاها وهو جزء منها، والمطبلين لرئيس الوزراء قالوا إن وكأنه خرج من رحم التظاهرات، هكذا صوروا الأمر. وصلنا إلى مرحلة يجتمع مع القيادات الأمنية ومع الأحزاب المتنفذة ومزعم الميليشيات والميليشيات زعماء الميليشيات ليتحدثوا عن أن القوى الأمنية ستحمي التظاهرات، لكن على المتظاهرين أن لا يسيئوا، لا يحرقوا، لا يتظاهروا بسلمية، وكأن المتظاهرين كانوا غير سلميين، أحرقوا دوائر، وهذه غير حقيقة. هو يعرفها الثوار من تشرين لحد الآن لم يحرقوا دائرة واحدة، لم يمسوا دائرة واحدة، لم يعتدوا على دائرة حكومية واحدة، كانوا سلميين وفعلا سلميين. والقوى الخارجية الميليشياوية والأمنية هي من كانت تعتدي عليهم وتحرق، وما زالت تحرق خيامهم وتقتلهم، والناشطين عشرات الناشطين يومين يسقطون بالقتل. سنتحدث عن قضية استمرار قتل واغتيال الناشطين والمتظاهرين على الرغم من أن واحد من الوعود اللي قدمها رئيس الحكومة هو حماية المتظاهرين وملاحقة القتلة وتقديمهم للقضاء. دكتور ثامر العلواني، مرحبا بك معنا. حياكم الله الكريم. يا رئيس الحكومة الحالية الكاظمي وعند تشكيل حكومته قال إن هذه الحكومة حكومته هي حكومة حل وليس تأزيم أو أزمات، وهي موجودة لإنجاز مرحلة انتقالية. ألا تعتقد أنه فعلا الأزمات إن لم تحل لكنها جمدت؟ الأزمة في العراق لم تتفاقم وإنما ربما بقيت في مكانها. في ظل هذه الظروف وهذا الوضع الشاذ في العراق، أليس هذا إنجاز يحسب للحكومة أنها جمدت الأزمات؟ لم تتفاقم الأزمات في عهد هذه الحكومة ذات العمر القصير 4 شهور أو أقل؟ أولا تحية لضيفيك الكريمين الدكتور رافع الدكتور قحطان، أهلا وسهلا. فيما يتعلق بتحجيم الأزمات هذا غير واقع. نعم أبدا، الأزمات تتفاقم. الملف الاقتصادي سيء ولم ينجز منه شيء. ملف الفساد كما هو بل زاد أكثر سوءا. إذا أردنا أن نختصر الواقع فيما نقول أنه الأزمات لم تتفاقم، علينا أن نذهب إلى أقرب تقرير منظمة الأمم المتحدة في العراق. قبل يومين أصدرت الإحاطة الدورية للبعثة الأممية في العراق. نعم. هذا الملف وحده يكفي لأن يجعل حكومة الكاظمي في واقع مأساوي. إذا أتينا إلى وصف هذه المعطيات على الأرض، مع أنه هذه البعثة الأممية هي من أكثر الجهات الداعمة لحكومة الكاظمي، لكنها أكدت على أن الأوضاع في العراق تسير إلى الهاوية. نسمعك دكتور، تفضل. نعم، أكدت في تقريرها مبعوثة الأمم المتحدة أن العراق تحت التأثير المدمر لفيروس كورونا. الكاظمي وعد في أول خطاب له أن الملف الصحي سيكون هو من أولوياته وسيتقدم به بإنجازات كبيرة، لكن تقرير الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة قالت أن الفيروس في العراق يسير إلى أوضاع كارثية من الناحية الصحية وغير الصحية. أقرت الممثلة الأمم المتحدة بأن نسبة الفقر زادت إلى ما يقرب من 10%. صرحت بأن ثلث سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر. الشعب يعاني من حرمان الخدمات الأساسية. قالت بأنه 2 من 5 أشخاص هم محرومون من الخدمات الأساسية والحقوقية الحقوق الأساسية اللازمة وليست الترفيهية للشعب العراقي. بالنسبة للناتج المحلي، أقر التقرير بأن هناك انخفاض في الناتج المحلي بنسبة 10% تقريبا.
التعليم، ملف التعليم كما وعد الكاظمي بأنه سيعالج ملف التعليم، عجزت الحكومة عن توفير طرق تدريس الطلاب اللي هم بالغ عددهم كما تقول ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالغ عددهم 11 مليون طالب ما بين طالب مدرسة أولية وجامعية، ولا تمتلك المشكلة أن الحكومة لا تمتلك حتى خطة مدروسة لكيفية التعامل مع هذا الملف، حتى بتقديم المساعدات الإنسانية أقرت المنظمة بوجود عوائق حقيقية حكومية أمام تقديم مساعدة للنازحين. الأمر الكاظمي وعد أنه سيقدم وسيحل ملف المهجرين والنازحين وسيقوم بإعادة ترميم المدن المدمرة السنية، لكن منظمة التقرير الأممي قال بأن هناك عوائق حكومية أمام مساعدة النازحين من جانب الحكومة والتقديم هذه المساعدات من جانب منظمات حقوقية إنسانية. ملف الفساد، صرحت الممثلة الأمم بأن ملف الفساد لا يزال مستشري ويسرق موارد العراق. ارتفاع نسبة قتل المتظاهرين واستهداف الناشطين والحقوقيين أيضا كان بارتفاع مستمر. استمرار تواصل الجماعات المسلحة بالسيطرة على المساحات العراقية والملف الأمني. في ظل هذه المعطيات وفي ظل هذا التقرير الذي هو تقرير أممي معتمد لدى الحكومة ولدى المنظمات الدولية والدول العالمية، يمكن أن نقول أن العراق سائر نحو الهاوية من السيء إلى الأسوأ. وهذا ما قال به عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار فلاح الخفاجي، قال 100 يوم انتهت من عمر الحكومة حكومة الكاظمي والسيء تحول إلى أسوأ. تماما، هذا إذن ما يقوم به المالكي كله هو لا يتجاوز الشو الإعلامي فقط. الرجل يبدو أنه مولع ومهووس بالتصوير والظهور بمظهر البطل على الورق فقط، لا يمكن أن يحقق شيء من الإنجازات على أرض الواقع لسببين مهمين. أولا أن هذا الشخص هو نابع من منظومة سياسية فاسدة هي التي أتت به، فلا يمكن أن يخالفها ولا يمكن أن يسير خلف هذا التيار الذي هو جرف العراق إلى الهاوية، ولا يمكن للعراق أن تقوم له قائمة إلا في خروج هؤلاء السياسيين والمنظومة السياسية من إدارة الحكم مطلقا. الأمر الآخر أن الكاظمي مشكلته هي أنه ليس لديه أي مشروع لتحقيق هذه الإنجازات أو للخروج من الأزمات التي يتعرض لها العراق. مشكلته ليس لديه مشروع، وأيضا هناك من يدافع عنه أنه أيضا ليس لديه كتلة برلمانية أو حزب سياسي يدعمه ويخرجه من قبضة الأحزاب والميليشيات. أشكرك دكتور قحطان الخفاجي، أولا مساء الخير. مساء الخيرات، حياك الله في العزيز. أهلا وسهلا دكتور. واحدة من مهام الحكومة حكومة الكاظمي وأيضا من تعهداته في بداية التشكيل والتكليف أنه ملاحقة وتحديد الجنات أو قتلة المتظاهرين وتقديمهم إلى القضاء. مكتب حقوق الإنسان قبل يوم أمس يتحدث أن قتل المتظاهرين في العراق مستمر، وهو ليس عنفا عشوائيا بل هو إسكات متعمد للأصوات السلمية. أين هذا التعهد من استمرار القتل؟ هناك قتل متعمد وفق يعني مكتب حقوق الإنسان الأممي التابع للأمم المتحدة. نعم، حياك الله أخي العزيز وحيا القناة وحيا الضيوف الكرام. أهلا وسهلا. نعم، هو قتل متعمد محمي من قبل جهات رسمية. أما أين هو الكاظمي من تعهده؟ نقول هذه مغالطة كبرى أن ننتظر من شخص يدعي أنه ذاهب باتجاه مغاير إلى آلية قائمة متنفذة وهو جاء عبرها، وهو تشكل كابينته الوزارية من ذات القوى السياسية الفاعلة، والقوى السياسية هي التي رشحتها وهي التي مررتها، وبالتالي هذه ضحك على الذقون.
لماذا؟ لأن الأحزاب السياسية ما زالت متنفذة وما زالت القوى السياسية موجودة، وكتلة الكتلة البرلمانية أو الكتلة الكابينة الوزارية كلها مكونة من ذات الأحزاب، وبالتالي من أين يأتي لكاظمي قدرة وإمكانية إن أراد أن يغير شيئا؟ ثم كيف يغير وهو ومن شكل وساهم في هذه الآلية الخاطئة، آلية عملية سياسية، وهي التي أتت به؟ إذا هناك مغالطة كبرى مع الذات، ولكن إذا ما كان هناك أمر آخر مرتب لكي يراد به أن يهيئ كاظمي لآلية أكثر داخليا ملائمة مع استقدام فعل خارجي، ويهيئ ذاتيا أيضا البعد الخارجي لذلك الشيء، يكون كاظمي ما زال في اتجاه الصحيح. أما إن كاظمي يتمنى لذاته ولأفكاره ولبرامجه بين قوسين، لا برامج له، ثم أن العملية السياسية القائمة الآن ليس فيها رئيس وزراء، فيها رئيس مجلس وزراء، ولكل وزير برنامج خاص يعد حزبه المخصص وجهة التي داعمة له خارجيا. إذن نحن أمام فوضى في الاتجاهات داخل حتى الوزارة. وبالتالي أنا أرى أن كاظمي لا يلام لأنه ليس له برنامج سياسي، لأنه أساسا جاء من العملية السياسية، وأيضا هو لا يملك رؤية سياسية لأنه أساسا في تقدير الشخصي لا يملك رؤية ذاتية، ولا يملك ستاف معين يملك رؤى، إلا ودائما أؤكدها أنه جزء من ترتيبة معينة خارجية وبالتحديد أمريكية. هنا لست مع وضد أمريكا بشكل عام، لا، ولكن لحد قراءة الأمور لكي تهيئ الأمور في الداخل العراقي إلى فعل أمريكي أكبر شأنا تأثيرا في الساحة العراقية، له مشروعية من الداخل وهو له تيد. نعم دكتور رافع الفلاحي، أنصار الكاظمي مريدوه مؤازروه يعتذرون عن هذا الضعف أو عدم تنفيذ أي من الوعود التي قطعها على نفسه، أن الرجل ليس لديه حزب سياسي، ليس لديه كتلة برلمانية تسنده وتقف خلفه في اتخاذ مواقف جريئة وجسورة، بل هو الحقيقة الآن مرتهن إلى الأحزاب والميليشيات، وهناك تهديد له من حتى من تحالف سائرون تابع للصدر، ولذلك يرى أن هناك الإنجاز صفر لحد الآن. هل هذا عذر مقبول له يدافع يعني به عنه؟ ولا هذا عذر مضحك يعني رث في نفس الوقت، لأنه يعني هذه القضية إذا كان هو ليس له كتلة حزبية وليس له سند وليس له ظهر مثل ما يتحدثون من يطبلون له، هذه قضية كانوا يعرفونها حتى قبل ترشيحها لرئاسة مجلس الوزراء، يعني يعرفونها ويعرفها هو ويعرف الوضع، وهو لم يأتي من فراغ، هو جزء من هذه المنظومة، جزء من هذه العملية، وهو مدير مخابرات وجزء من عدها من عام 2003 لحد الآن، هو جزء من هذه العملية السياسية وقريب منها وفي وسطها، وترس من تروس هذه العجلة التي تلف بالعراقيين طوال هذه الفترة خلال 17 سنة. فبالتالي هو يعرف أنه هذه الأحزاب متنفذة وهذه قوى وهو تعامل معها، وهي من رشحته مثل ما يعني تحدث أخي الدكتور قعطان، هي من رشحته وهي من جاءت به إلى هذا المنصب وهي من اختارته. الحقيقة في كل الأوضاع واقع الحال بعد كل هذه الفترة، بعد أكثر من 100 يوم، يثبت ما قلناه من البداية وما قال كل القوى الوطنية، قالت إنه هذا الشخص جاء العملية السياسية في أزمة كبيرة وفي منعطف كبير ومنعطف حرج بالنسبة لهم، وخطر كان بالنسبة لهم بسبب ثورة تشرين، بسبب الأوضاع المأساوية اللي يعيش العراق، جاء لينقذ العملية السياسية، ليعبر بالعملية السياسية إلى مرحلة معينة، هذا هو المطلوب من عنده، لذلك أهدافه غير الأهداف المعلنة. وهذا ما قال دكتورنا، الحكومة موجودة لإنجاز مرحلة انتقالية للانتخابات المبكرة، انتقالية بالعملية السياسية. نعم. وليس بواقع العراق. نعم نعم. ضمن حفاظا على العملية السياسية. نعم. هو المقصود، كل الهدف من أن يحمي العملية السياسية، وهذا ما تريد الأحزاب. وبالتالي أنت خذ آخر اجتماع جرى، يعني رئيس الوزراء مهما يكون من أي طائفة كان، من أي قومية كان، عندما يكون رئيس الوزراء لا يشبهني ولا يشبهك ولا يشبه دكتور قحطان ودكتور ثامر، نحن أفراد، مجرد أفراد من الشعب العراقي، هو يمثل الجميع، رئيس وزراء يجلس على كرسي رئيس الوزراء يمثل كل العراقيين لهم حصة فيه، أو هكذا يفترض. هكذا يفترض. نعم. عندما جاء من أمريكا قالوا الخبر
ذهب إلى الأحزاب الشيعية المتنفذة ليجتمع بها، ولم يجتمع بها في يعني في دار حكومي، اجتمع فيها بدار أحد هادي العامري. هادي العامري نعم. فبالتالي هو يجتمع مع ما يسمونه البيت الشيعي، يريد أن يقول أنه طائفي بهذا الاتجاه، راح ليبلغهم ماذا فعلت مع أمريكا ليستجوبوه بهذه الطريقة. أنت رئيس وزراء، أنت تمثل العراق كله، تمثل بعرب وأكراد وتركمان ومسيحية ومسلمي وشيعة وسنة وكل الفئات، أنت تمثلهم، فبالتالي لا يجوز أن تقبل هذا. إذن هذه القوى التي جاءت به في هذه النقطة، نعم، في هذه النقطة والقوى التي جاءت به. الآن الميليشيات صاحبة القول الفصل في العراق سياسيا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا، قوة متغولة الميليشيات الطائفية الموجودة في العراق. هل من مصلحة البلد أن يذهب الكاظمي إلى التصادم مع هذه الميليشيات، أن يزيحها، أن يرفع السيف عليها وهي التي تملك كل أسباب القوة؟ هم يتحدثون نحن في بلد ديمقراطي، نعم، وهذه الميليشيات ليست ميليشيات منفلتة، هي تحت مسمى اسم الحشد الشعبي، والحشد الشعبي بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، هو يقول نعم. وأنا القائد العام للقوات المسلحة، وذهب للحشد الشعبي ولبس ثوب الحشد الشعبي وقال بالنص أنتم قرة عين العراق، نعم. ألم يقل هذا؟ نعم. وهذه قرة عين العراق اللي قال سنحاسب الإرهابيين، سنحاسب الخارجين عن القانون، 14 من الإرهابيين بتسمياتهم بهذا الإطار التعريفي اللي هم وضعوا عن الإرهاب، 14 من الإرهابيين يقصفون ويمسكوهم ولا يستطيع الاحتفاظ بهم، ويخرجونهم ويدسون بفصاطيلهم على صوره، ويشتمونه أمام العدسات، ويخرجون ويذهبون وهم يعني مكرمين ولا يستطيع أن يفعل معهم شيء. وبالتالي يقول أنا جئت لأضع الأمن على السكة، لأضبط الأمن في العراق، لأنال لأحمي المتظاهرين، لأحمي الثورة، لأعيد هيبة الدولة. هذا قال لأعيد هيبة العراق وهيبة الدولة. هيبة الدولة وهيبة العراق كيف تعيدها وأنت 14 واحد؟ وقبل ذلك وبعده مجاميع أيضا من العصابات اسمها ثأر الله في البصرة، قال أنه أغلقت مقرهم، نعم، وبعد 24 ساعة فتح المقر، وإذا به يذهب إلى البصرة وهم من كانوا يعني يحيطون به. وهكذا حتى في أحاديثه معهم يتحدث مع الميليشيات بطريقة أخرى. هذا الموضوع، هذا الكلام ربما يعتقد هو إعلاميا سيروج وهناك من يطبلون، لكن الشعب العراقي بعد 17 سنة، نعم، من الضيم، من القهر، من كل الوجوه التي عبرت عليه، لا يمكن أن تعدي عليه هذه اللعبات البسيطة، نعم، المعيبة، الرثة، هذه لا يمكن. فبالتالي هو لم يأتي لتنفيذ برنامج يخرج العراق من أزماته، لا، جاء لتنفيذ برنامج يخرج العملية السياسية، يعبر بالعملية السياسية إلى مرحلة معينة يحتاجونها. وأيضا دكتور، الحكومة لديها مهام محددة، وأيضا بفترة زمنية قصيرة لا يمكن أيضا تحمل فوق طاقتها. نتحدث عن هذا الأمر بعد التوقف عند هذا الفاصل القصير، لنعود بعدها لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن فشل حكومة الكاظمي في إنفاذ أي من وعودها عمليا. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في فشل حكومة الكاظمي في تقديم أي منجز على الرغم من عمرها ذي الأربعة شهور. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي والدكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر العلواني، في عمان حكومة الكاظمي جاءت لأهداف، إنجاز أهداف محددة ذكره هو رئيس الحكومة عند التكليف أو التشكيل، قضية تحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة وقد فعل، العبور بالعراق من الأزمة الاقتصادية وغيرها من الملفات، وهذه لحد الآن الأمور ماشية يعني وإن كانت يعني مع العلا. لماذا يطلب من حكومة الكاظمي اللي عمرها تقريبا يعني سنة أشياء وملفات وقضايا متفاقمة مزمنة عمرها 17 سنة من 2003 إلى اليوم، يطلب من الرجل وحكومته أن يجد حل، أن يتجاوزها؟ أخي الكريم، نحن لا نطلب من الكاظمي أن خلال هذه الفترة أن ينجز وأن يخرج بالعراق من اقتصاد منهار إلى اقتصاد جبار، أو إلى الخروج من الأزمة الصحية أو الملفات الأخرى. المطلوب من الكاظمي كما يطلب الشعب العراقي أنه يقدم ولو بخطوة واحدة صحيحة. إذا أقدم خطوة واحدة صحيحة، عند ذلك سينتظر الشعب العراقي وصول مرحلة يمكن أن تقنع الشارع العراقي بأن الكاظمي يسير نحو الطريق الصحيح. ولكن الكاظمي إلى هذه اللحظة رغم مرور ما يقرب من 4 أشهر هو لم يتقدم خطوة واحدة صحيحة في الاتجاه الصحيح. هناك وعود للكاظمي وعد بها وهي أكبر من حجمه وطاقته، ولم يستطع أن يحقق منها ولا وعد واحد. وحتى مسألة الانتخابات وتحديد وقت الانتخابات هو كلام فقط. إلى الآن يوم أمس أو قبل يومين صرح رئيس البرلمان الحالي بأنه الكاظمي ليس من حقه أن يحدد موعد الانتخابات. هناك مشاكل أيضا في قانون الانتخابات، هناك مشاكل في القضاء فيما يتعلق بعدد المسؤولين على الانتخابات، كلها مشاكل لم تحل إلى الآن لأنها تخضع إلى الرغبات السياسية التي هي مبنية على المحاصصة الطائفية والحزبية. الكاظمي وعد بأكثر من 20 وعد تقريبا، لكن أهم هذه الوعود هي معالجة الملفات المهمة، الملفات السياسية الاقتصادية، سيادة الدولة. أقدم على خطوات لأجل تحقيق هذه الوعود، وأنه سيكون قد حقق شيئا كبيرا ينتظره العراقيين، لكن بالحقيقة أنه فشل فشلا ذريعا وأخفق إخفاقا كبيرا، بحيث ارتدت عليه هذه الخطوات بشكل كبير. يمكن أن نقول أنها طرحته أرضا وفضحت الكذب الذي حاول تمريره على الشعب العراقي. فمثلا محاربة الفساد لم يستطع أن يتقدم خطوة واحدة بهذا الاتجاه، ولعل أكبر الداعمين له ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة صرحت بأن الفساد لا زال مستشري في البلاد وأنه يسرق ثروات العراقيين. ملف الأمن وحصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبة الدولة، هذا من أهم الملفات التي يطالب بها العراقيون، وهو وعد أنه سيفرض سلطة الدولة وأنه سيحرص سيقتصر على حصر السلاح بيد الدولة. انكشفت حقيقته بأنه لا يستطيع مواجهة هذه الميليشيات، بل هي تحدثه بشكل مستفز ومباشر وعملي عندما ألقى القبض على عناصرها متلبسة بالجريمة، أشكرك. وجريمة إرهابية وبسلاح ثقيل. نعم. عندما ألقوا القبض على ميليشيات. أشكرك دكتور، هذه نقطة مهمة أنت أوصلتنا إليها، أشكرك. شكرا دكتور، واضح وهذه نقطة مهمة خلينا نحيلها إلى دكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، مجلة الفورين بوليسي تقول إن بقاء نفوذ الميليشيات في العراق يضع مصداقية الكاظمي على المحك أمام داعميه في الولايات المتحدة أمام واشنطن، وهو يحتاج هذا الدعم. لكن في الجانب الآخر هناك من يتحدث أنه ذهاب الكاظمي إلى نقطة التصادم مع الميليشيات، وهي القوى الآن الأقوى والمهيمنة ذات السطوة في العراق، قد يذهب بالبلد إلى مواجهة عسكرية بين قوسين حرب أهلية. البلد لا يحتمل مثل هكذا هزات، أزمة اقتصادية، أزمة كورونا، الكثير من الأزمات. لذلك الرجل بين قوسين ربما ينتهج
منهج نوع من الحكمة السياسية حتى لا نذهب إلى حافة الهاوية. فعلا الأمور هكذا تسير؟ للأسف الشديد فعلا وجود القوى أو الميليشيات غير المنضبطة أو غير التابعة على الدولة بشكل حقيقي أو تلك التي تعلن ولائها إلى جهات أخرى هي المعضلة الأساسية في الشأن العراقي. نعم. حتى الخدمات التي هي في غاية الأهمية والصحة والتعيينات كلها أشياء ثانوية قد تحل بفترة زمنية قياسية ولا تعطي ضحايا بالمرة، بل تعطي اجتهاد عراقي للتغيير والتعديل. ولكن موضوع الميليشيات حصرا والقوى الغير منضبطة هي المفصل الوحيد في أي تعديل أو أي تغيير للعملية السياسية أو تصحيح حقيقي لمسار الوضع في العراق. الآن أمام حالتين ودائما أؤكدها أنا، أنه هو صراع حقيقي بين أمريكا وبين إيران. إيران أدواتها وذراعها هي القوى السياسية والميليشيات التابعة لها والمنضوية تحت جناحها. الجانب الأمريكي ليس أفضل من إيران، سيام كلاهما سيان محتل العراق، ولكن أدوات عمله أن ينهي هذه المجاميع. وبالتالي في رأيي المتواضع ودائما أحذر للأسف الشديد أننا مقبلين على هذه المعضلة التي لابد أن ندخل نلوج إليها. من دون إنهاء الميليشيات في العراق لن يقوم للعراقي قائما نهائيا، سواء إن كانت الرغبة وطنية 100% أو الرغبة خارجية، بمعنى أن التصادم قادم للأسف الشديد لا محال. كيف يتم الخروج منه في رأيي الشخصي؟ هو ليس بتجنبه، لا، لتجنبه يعني بقاء الإرادة الإيرانية متنفذة بالشأن العراقي والصراع. اسمح لي دكتور، كيف يتخلص من الميليشيات؟ أنه نهوض العراق مرتبط بالتخلص من هذه الميليشيات ذات السلاح المنفلت وفرق الموت وما إلى ذلك، وهذه الآن الميليشيات هي من يحكم قبضته على العراق في سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا، ويعتقد قادتها أنه لولا هذه الميليشيات وقتالهم لما كان هناك من عراق أصلا لتبخر. هذا الذي أنا كنت في سياق كلامي سأتيك إليه. نعم، أنا فضل. أقول ثورة تشرين هي التي أعطت الحل الأصح والأنجع. كيف؟ أنها أولا أخرجت هذه المجاميع من البعد المجتمعي الشعبي. واحد. اثنين، أظهرت ضعف وهن هذه الجماعات من خلال تفليش وتهديم مقراتهم بالشفلات وضح النهار. الشيء الثالث هو إحياء البعد الوطني للمجاميع العراقية عبر العشائر وأي تجمعات أخرى، بمعنى أن المجتمع العراقي عليه أن يعي أن هذه المجاميع ليست عراقية الهوى والاتجاه كما كانوا يظن. نعم، أدت واجبها بحيث معين في موضوع قتال داعش، ولكن الآن وظفت باتجاه سيء. إذا استطاع العراقيون أن يخرجوا البعد الشعبي لهذه المجاميع وأن يجعلوا فصاماً ما بين المجتمع وبين حتى جماهير هذه المجاميع أو بعض المتورطين بها وبين قياداتها، وإظهار وهنهم الحقيقي في مناطق التي هي تدعي أنها تابعة لهم كالمناطق الجنوبية، يكون نحن أمام الاتجاه السليم. ولكن قد هذا لا يعطي نتيجة كما ينبغي. لماذا؟ لأن هناك من غالى في الانتماء إلى هذه المجاميع ويستخدم القتل كأنما يستخدم أي شيء بسيط. إذا لابد أن يأتي هنا الوعي الجماهير. الواحد اثنين، أن تنظم وتعزز القوى الوطنية العراقية الرسمية للجيش والشرطة لكي هي تأتي بالمهام. نعم. أما إن جاءت قوة خارجية أو شكل بآخر بأن تكون بهذه الآلية للصد من هؤلاء، ستعطي لهؤلاء فرصة أن يبدو وكأنهم ضد احتلال قادم، وبالتالي قد تحيي وتذكي الانتماء لهم. هي عملية صعبة للغاية، ولكن نعم، أتمنى أن تكون نعم آليتها وطنية، ومن دون تكون وطنية قد لا تؤتي ثمارها وقد ندخل في أفيون كبير، علما أن بقائها هو خطر أكثر من قتالها. أشكرك دكتور رافع الفلاحي، القيادي في تيار الحكمة بزعامة الحكيم فهد الشمري، يقول بالنص: الأطراف الشيعية بنت دولا موازية داخل الدولة، يشكلون الحكومة نهارا وينقلبون عليها ليلا. إذا هذا الوضع مع هؤلاء الشركاء المشاكسين للكاظمي، الرجل في وضع لا يحسد عليه، مهمته صعبة في مثل هذا الجو، هؤلاء الشركاء هذا تفكيرهم، البلد
في جبال من الأزمات، أزمة اقتصادية، كورونا، انهيار مالي وما إلى ذلك، يسير في حقل ألغام هذا الرجل، لماذا يراد تحميله أكثر مما يحتمل هو وحكومته طبعا؟ أستاذ ماجد، إذا كان منطلقه وطني، إذا نعم. كان هو جاء من إطار وطني ليس من إطار العملية السياسية، فهو بالتالي مثل ما تصفه ويصفونه البعض من المطبلين، يقول أنه في حقل الألغام وهو يعني محرج وهو متعرض إلى تحديات كبيرة. أما إذا كان هو جزء من هذه المنظومة وجاء بوصايا منهم وبترشيح منهم وبدعم منهم، فهو ينفذ برنامج معين لخدمتهم. لحظة دكتور، لكن الرجل الآن وحكومته لا المجتمع راضي عنه، لا الحراك الشعبي راضي عنه، لا الميليشيات راضية عنه، تتهمه أنه عميل وأنه متواطئ في قتل السليماني والمهندس، لا أحد راضي عليه. هذه الملفات أستاذ ماجد جمعها بالصورة يعني بهذه الصورة يعني غير صحيح. نعم. جزء من عدها هم الميليشيات تعبر عن رفضها إلى لأسباب هي تريد أن تعلنها. اختلاف الدوافع لكل أطراف. نعم. دوافعهم تختلف. نعم. هم معه وهم يساندونه، لكن في قضايا إعلامية معينة يريدون أن يظهروا أنهم يخالفون هذا الرأي، ويريدون وربما هذا الوضع يريحه ويقدم له خدمة إعلامية لكي يظهر بشكل آخر. لكن القضية في مجملها أن هناك شعب رافض لكل هذه العملية السياسية ولكل رموزها ولكل تصرفاتها. هنا الفرق، هو لا ينتمي للشعب. من سيحكم هذه القضية بالنهاية هو الشعب، والشعب غير راضي عنه ولا راضي عن الحكومات، لأن الشعب يرى أن الكاظمي يشبه العبادي، يشبه عادل عبد المهدي، يشبه المالكي، والكل متشابه، الكل نفس القضية، ويذهبون بالعراق بقطار هذه العملية السياسية إلى الهاوية، يذهبون بالعراق، هذه هي الحقيقة. أما هو يلعب هذا الدور الغريب عجيب بالانتقال يعني إعلاميا من مرحلة إلى مرحلة دون أن نرى شيئا. وسأعطيك أمثلة بشكل سريع، يعني على المستويات، أنت عندك ملفات سياسية، أنت عندك مستوى سياسي ومستوى اقتصادي ومستوى اجتماعي. على المستوى السياسي ما زلنا نعيش في فوضى سياسية رفضتها ثورة تشرين وما زالت ضدها، ما زالت متفاقمة جدا. على المستوى الاقتصادي وصلنا إلى مرحلة كل سياستنا الاقتصادية تتمحور في التالي: كيف نحصل قروض أو أموال تعيننا على أن نعطي الرواتب، ندفع الرواتب للمتقاعدين والموظفين في نهاية كل شهر، عندنا أزمة. هذه كل السياسة الاقتصادية فمصيبة. وفي المجتمع، المجتمع الآن أكثر تفتتاً، الآن الميليشيات تعبث به، القتل يزداد، المصيبة. وعلى مستوى الخدمات، مستوى الخدمات تفاقمت الأخطار بكثرة، حتى يعني ربما واقع البيئة والجو يعني تعاضد معها، بحيث درجات الحرارة في هذا العام ربما الأعلى في العالم. في العراق شهد العراق أعلى درجات الحرارة في العالم، والكهرباء، وقضية كبيرة جدا، والعراق يعيش بأزمة خانقة من كل الاتجاهات. ما الذي فعله الكاظمي؟ نفس الحالة، هو يريد أن يعزل، أن يسكن الشعاب. ربما واحد من أسئلتك للضيوف قلت أنه الأزمات سكنت، والحقيقة لم تسكن الأزمات، هو يحاول تسكين الشعب، يحاول الضغط على الشعب هو وميليشياته وكل القوى الأمنية لكي لا ينفجر الشعب، ولكي يمضوا بقطار العملية السياسية إلى المحطة التالية لكي يستطيعوا النيل من الشعب به. هذه كل العملية، كل ما جرى خلال هذه الأربعة أشهر الماضية. نعم. ومجرد تمثيلية، مجرد مسرحية شاهدها الجمهور العراقي أكثر من على مرة ذكر ومل منها المسرحية. دكتور ثامر العلواني، هل تعتقد أن الآن هناك حالة إحباط مجتمعية من أداء حكومة الكاظمي بعد أربعة أشهر وفشلها في تقديم أي منجز؟ هناك حالة إحباط، أم أن الرأي العام في العراق منذ البداية لم يعقد أي آمال لا عريضة ولا ضيقة على الكاظمي وحكومته؟ من بداية تشكيل حكومة الكاظمي كان هناك رأي واضح للشعب العراقي مثله المتظاهرون بأنه رفض لهؤلاء ولحكومة الكاظمي وللكاظمي شخصيا، لأنه من هذه المنظومة. أنا أقول أمام الكاظمي طريقان:
إما الاستمرار في هذه المهزلة وعدم فرض هيبة الدولة وسيطرتها على الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في البلاد، وهذا لا يمكن ولا يتم إلا بإخراج سيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات الاقتصادية من سلطة الميليشيات. والمصيبة الأكبر أن الميليشيات هي تتحكم في كل مفاصل الدولة حتى القضاء، وحادثة إطلاق سراح مرتكبي مجزرة مصعب مسجد مصعب بن عمير وتبرئتهم رغم ثبوت الجريمة عليهم في حكومة الكاظمي تثبت أنه لا يمكن للشعب العراقي أن يأمل من حكومة الكاظمي خيرا. والطريق الآخر أمام الكاظمي إن أراد أن يثبت أنه فعلا أنه شخصية نزيهة وأراد أن يحقق للشعب العراقي مستقبل زاهر وأنه لم يستطع على ذلك، يعلنها صراحة بأنه يستقيل من هذه الحكومة وأن هذه الحكومة تسيطر على الميليشيات وأنها تخضع للنفوذ الإيراني والأمريكي، ولا يمكن لطريق العملية السياسية أن تنجو بالعراق، وإنما لابد من دعم ثورة تشرين لأنها هي الطريق الوحيد لخلاص الشعب العراقي من معاناته ومأساته على مدار 17 عاما ماضي. دكتور قحطان الخفاجي، في الدقائق الأخيرة، هل تعتقد أن الحديث أو محاسبة حكومة الكاظمي على تقديم أي منجز أو وعد من الوعود التي قطع نفسه خلال 4 أشهر لا زال مبكرا جدا، وهناك لا زال أمامنا وقت إلى شهر حزيران 2021 لإجراء الانتخابات المبكرة، قد تكون هناك فرصة في الشهور القادمة لتقديم يعني منجز على الأرض؟ أتوقع عندي إجابتين على هذا. بس باختصار دكتور. إجابة الأول من جانب الوطني، أقول كاظمي يحاسب لأنه جزء من العملية السياسية مهما فعل وما سيفعل، هذا وطني. أما سياسي، لأنه قد يكون السياسة هناك معايير تختلف، هناك انتماءات تختلف وقواعد تختلف، أقول لا، يمكن أن يعطى وقتا معينا علّه أن يقدم شيئا، ولكنني السياسة أيضا تفرض حال أن هناك متغيرات أقوى من كاظمي وقوم من عملية التغيير. شكرا دكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، كان معنا عبر سكايب. وشكرا أيضا لضيفنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وشكرا أيضا لضيفنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب دكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. وشكرا أيضا لكم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.